السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الوغ اليوم غادي نشوفوا المواعيد ديال إجراء الامتحانات اللي عندكم بالنسبة للمراقبة المستمرة وبالنسبة للامتحانات الموحدة، يعني بالنسبة للفروض وبالنسبة للموحد. غادي نبداو بالتعليم الابتدائي، غادي نبداو بالبريمير، من بعد غادي نشوفوا الكوليج، غادي نشوفوا الاعدادي، وغادي نساليو بالليسي. الوغ كيف ما كتشوفوا المذكرة الوزارية جا فيها ان اخر امتحانات ديال الدورة الثانية خصها تدوز ما بين 10 و 15 يونيو، يعني ما بين امتحانات ديال المراقبة المستمرة خصها تدوز اونتر 10 و 15 جوان 2019. بالنسبة للامتحان الموحد ديال الدورة الثانية ولا دورة يونيو 2019 غادي يبدا ابتداء من 20 يونيو 2019، يعني ابتداء من لو 20 جوان 2019 غادي تبداو تدوزوا في الامتحان الموحد اللي غادي يكون عندكم غير في الفترة الصباحية، يعني غادي يكون عندكم غير في الصباح، العشية لا. مفاهمين؟ دابا غادي نشوفوا البروغرام اللي عندكم. كاين المترشحون الممدرسون، استاذير الناس اللي كيقراو في المدرسة واللي غيدوزوا، وكاينين الأحرار. الأحرار هادو كيكونوا غادي يدوزوا غير الموحد، ما تيقراوش في ليكول. الوغ كيف ما كتشوفوا قلنا غادي تدوزوا يومين، عندكم نهار الاول ونهار الثاني. الوغ النهار الاول غدوزوا فيه غير الصباح، غادي تبداو باللغه العربيه والتربيه الاسلاميه، كدوزوهم كيف ما قلت لكم، كدوزوهم بجوج بهم في ساعه ونص، من 8 ونص حتى ل 10. من بعد غادي تخرجوا للاستراحه لمده ديال 20 دقيقه، وغادي تبداو الرياضيات من 10 و 20 دقيقه حتى ل 11 و 50 دقيقه، يعني من 10 و ثلث حتى ل 12 القسمين. فوالا غادي تمشيو للدار، العشيه خاويه عندكم، ونهار الثاني غادي تدوزوا فيه اللغه الفرنسيه من 8 ونص حتى ل 10. فوالا هادو هما لي ماتيير اللي عندكم في السادس. اصلا عندكم اللغه العربيه والتربيه الاسلاميه، عندكم الرياضيات، وعندكم اللغه الفرنسيه. فوالا هذا هو البروغرام ديال الابتدائي. غادي نشوفوا دابا الكوليج. بالنسبه للكوليج الامتحان ولا المراقبه المستمره كتكون ما بين 7 و 11 يونيو 2019 بالنسبه للدوزيام سيمستر، يعني الدوره الثانيه. الامتحانات ديال المراقبه المستمره غادي يكونوا ما بين 7 و 11 يونيو. بالنسبه للامتحان الموحد الوغ غادي يبدا عندكم ابتداء من 17 يونيو 2017، هذا بالنسبه للسنه الثالثه اعدادي، ولا بالنسبه للتاسعه نازل التاسعه امتحان الموحد عندهم ابتداء من 17 يونيو 2019. غادي نشوفوا دابا البروغرام اللي عندكم. الوغ عاوتاني كاينين دو تيب ديال التلامذ، كاينين المترشحون الممدرسون وكاينين المترشحون الاحرار. الاحرار هما لي ليبر، استاذير كيكون ما تيقراش وغادي يدوز الموحد. الوغ بالنسبه للتاسعه عندكم فيها 3 ايام، عندكم 3 جوغ، النهار الاول النهار الثاني ونهار الثالث. نهار الاول غادي تدوزوا اللغه العربيه والاجتماعيات في الصباح، وغادي تدوزوا التربيه الاسلاميه في العشيه. بالنسبه للنهار الثاني عندكم اللغه الفرنسيه والعلوم الفيزيائيه في الصباح، عشيه عندكم خاويه. وبالنسبه للنهار الثالث عندكم الرياضيات وعلوم الحياه والارض. ولا عندكم 3 ايام، النهار الاول غدوزوا فيه صباح وعشيه، النهار الثاني غدوزوا فيه غير صباح، ونهار الثالث غدوزوا فيه غير صباح. هذا بالنسبه للناس ديال الاعدادي، يعني مواقيت امتحانات ديال شهاده السلك الاعدادي. دابا غادي نشوفوا ليسي. الوغ بالنسبه ليسي غادي ندوزو ديريكتومون للامتحان الموحد. كاينين الناس ديال الاولى بكالوريا، كاينين الناس ديال الثانيه بكالوريا. بالنسبه للناس ديال الدوره العاديه ديال الثانيه بكالوريا، صديق البكالوريا كاينه الدوره العاديه والدورة الاستدراكية. الدورة العادية غادي تدوزوها في 11 12 13 و 14 يونيو 2019، هادشي بالنسبة لجميع الشعب. وبالنسبة للدورة الاستدراكية غادي تكون نهار 4 5 6 و 8 يوليو 2019. الوغ هنا قلنا بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا. بالنسبة للسنة الأولى بكالوريا اللي عندكم امتحان جهوي،
الدورة العادية غادي تكون نهار 7 و 8 يونيو 2019، وبالنسبة للدورة الاستدراكية غادي تكون نهار 2 و 3 يوليوز. غادي نشوفوا دابا امتى غادي يعطيكم الاعلان على النتائج. نتائج البكالوريا ديال الدورة العادية غادي تكون نهار 26 يونيو 2019، وبالنسبة للنتائج ديال الدورة الاستدراكية غادي تكون نهار 13 يوليوز 2019. نشوفوا دابا البروغرام. الوغ فوالا، هادو هما التواريخ ديال الامتحان الجهوي ديال السنة الأولى ديال الدورة العادية والاستدراكية. إبا فوالا، كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وكنتمنى لكم النجاح إن شاء الله.